السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تنقدم لكم كعب غزال، حلوة تقليدية اللي غنية هي غنية على التعريف. تنحضروها في المناسبات المغربية التقليدية، كذلك في الأعراس وفي كل المناسبات تنحضروا هذا الكعب. تيجيو زوينين بزاف ونقدهم بطريقة بسيطة باش حتى المبتدئات يصوبوه بكل سهولة. تنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم. تنحتاجوا له المقادير الاتيه: 250 غرام ديال الدقيق الابيض يكون ممتاز من الافضل، شويه ديال الملحه، هنا كاس ديال معمر ديال المزهر، نقدروا نستعملوا اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق، ملعقه صغيره ديال العسل، ملعقه كبيره ديال الزبده اللينه او يعادل 30 غرام. هنا كذلك عندنا ملعقة كبيرة زيت نباتية أو ما يعادل 10 مليلتر. هذا هما العناصر. الحشوة أو العقدة، عندنا 250 غرام ديال اللوز اللي مسلوق منقي ناشف، شوية ديال المسكة الحرة طحنتها مع شوية ديال السكر المنكه بالفاني ملعقة صغيرة. كذلك هنا عندنا 30 غرام ديال الزبدة اللينة، 100 غرام ديال السكر الخشن، هنا كذلك جمع الكبار ديال المزهر او ما يعادل 15 مليلتر. اول مرحله هنا نسيت القرفه، حتى هي غنوضعوها في الحشوه. اول مرحله غناخذوا نعملوا العجين ونخليه يرتاح واحد جوج سوايع حتى ثلاثه سوايع. هنا عملت الدقيق 250 غرام، ضفت له الزبده اللينه 30 غرام، اللينه من الافضل تكون. هنا ملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه او ما يعادل 10 مليلتر، والعسل ملعقه صغيره ممتلئه تعطيها واحد اللون زوين وتيجي بالكعبه رطبه. غنحاول ندخل هاد العناصر في الدقيق مزيان ونضيف المزهر بالتدريج تتلملي العجين. هنا رملتها بهاد الزبده والزيت والعسل، وضعت قليل من الملح كذلك. المزهر غادي نضيفه بالتدريج، من الافضل يكون بارد شويه ما يكونش دافي. ابقى نعجن العجينه ديال الكعبه، من الاحسن خصها تدلك باش تعطي نتيجه زوينه في الاخير، ماشي غير تلموها. غنعجنوها وندلكوها واحد 10 دقائق. المرحله الاولى غادي نخلط العجين تتجمع لي كيف تلاحظوا في الصورة. ونضيف بالتدريج المزهر، يمكنكم تخلطوا ما بين المزهر والماء، ولكن من الأفضل المزهر باش يعطي ديك النسمة ديالو. هنا غادي ندلكها مزيان واحد 10 دقائق تتولي رطبة، خصها تدلك وهي قاصحة، وحنا تدلكوها تترطب شوية، خصهاش تكون رطبة بزاف، تتكون هكا متماسكة. صافي عملتها في الثلاجه واحد ساعتين. دابا غنعمل العقده ديالنا. هنا وضعت اللوز اللي طحنته 250 غرام، وضعت له القرفه ملعقه صغيره، طحنته مع السكر طبعا 100 غرام. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان ونضيف الزبده. وضعت الزبده، ندير المزهر دابا جمع الكبار ديال المزهر، ونخلط مزيان هاد العناصر بهاد الشكل. خصها تخلطوها مزيان باش تجيكم العقده زوينه. هنا حربلتها بهاد الشكل كيف ما تلاحظوا. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. هنا العجين كيف ما قلت لكم خليهم يرتاح اقل حاجه ساعتين حتى ثلاثه السوايع، او خليوها عشيه كامله، او يتبات في الثلاجه ما توقع عليها والو. هنا حربلتها بهذا الشكل كيف ما لاحظتوا. غادي نقطعها بالسكين الاجزاء باش نسهل عمليه الفرد ديالها، او تنطلقوا باش نطلقوها تطلق بسهوله. نغطي الاطراف الاخرى في البلاستيك الغذائي، وانا اخدم بوحده باش ما تيبسش العجين. كذلك عملوا بالنسبه للعقده حتى هي غطيوها من الافضل. هنا تنطلق العجينه بشكل طولي باش نحاول ما امكن ما نضياش من العجين،
وتنعمل هكا، تنحاول نخرج النفس ديال الهواء باش ما تجيش ما تنفخناش الفرن، وتنقطعوها بهذا الشكل تتجي. نعاود معكم واحده اخرى، تنطلقوا العجين حول بالطول وتكون رقيقه باش ما تجيكمش العجينه غليظه. صافي بهذا الشكل، وغادي نقطع بالجراره ونكمل الكميه. هنا كملت الكميه كامله، غنخليها تيبس واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع حتى تنشف نهائيا لاباط، وعاد غادي ندهنوها بشويه الزبده والزيت، زبده دايبه والزيت مخلطين. هنا كيف ما لاحظتوا خليتها حتى يبسات، كيف ما تتشاهدوا هنا يبسات، كست واحد 3 سوايع. هنا خديت ابره عقمتها وهنا نتقب 3 ثقبات بهذه الطريقه كيف ما تلاحظوا، ونكمل الوحدات كاملين وغندهنها كيف ما قلت لكم بالزبده دايبه والزيت. هنا دهنتها مزيان كيف ما تتشاهدوا، وندخلوها الفرن ساخن على 200 درجه. ديروها في الوسط، شعلوا لها اللي كان الكهربائي من الفوق والتحت، وطبعا اللي كان الغازي غادي تشعلوا لها غير من التحت، طيب واحد وتكون النار معتدله، اللي كان غازي طيب واحد 20 دقيقه تهبطوها تحمر. هنا في الكهربائي على 200 درجه عملوها، هنا عملتها في الوسط كيف ما شاهدتوا، نخليوها تشد فراسها واحد 10 دقائق. هنا بدات تشد فراسها، غادي ندهنها بالبيض البيض وشويه ديال السكر كلاصي، هذا اختياري اللي كنتو تتبغيو في الكعبه اللون هذاك اللي مذهب دوغي عملوها. كنت تعجبكم الكعبه تكون فاتح لونها استغناو على هذه المرحله. انا دهنتها هنايا علين طيب كيف تجي تتحمر تيجي لونها دوغي، وعلى حسب الرغبه كيف ما قلت لكم، وتيجيو بهذا الشكل مذهبين، تيجيو طايبين مزيان، تيجيو رطب تيذوبوا في الفم وسهلين كيف ما لاحظتوا. عطيت كميه قليله 250 غرام ديال اللوز، ما شاء الله تخرج لنا لاطه كامله. عملت كميه قليله باش حتى المبتدئات تجيهم سهله ويزعموا يديروا الكعب غزال، راه ساهل في التحضير وكيف ما لاحظتوا ما فيش بزاف ديال التمره. ومن الحلويات اللي معروفه واريقه، انا ما تنبغيش نقشو او تنخليه تقليدي كما هو كيف تعودنا عليه. صافي هذه الدوزه تاعي، نتمنى يعجبكم اللي قدمتكم هذا النهار وناس استحسانكم، ويجربوه المبتدئات اللي تيبغيو يعملوا بحال هاد الحلويات تجيهم سهله ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله، دمتم في رعايه الله وحفظه وشهية طيبه.